حصل اصابه في الرقبه ممكن تاخد ايديا ورجليا والنص التحتاني كله كمان. الناس اللي بدا يجي لهم في اللحظه دي في لحظه الحادثه دي شلل لا قدر الله ممكن يرجعوا تاني يمشوا بشرط ان ما يكونش حصل تلف دائم للحبل الشوكي. النهارده تعمل 4 غضاريف في ساعه ونص يتبنج في نص ساعه والعمليه ساعه ونص وبيخرج بعد ساعتين. الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي استاذ جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي كليه الطب جامعه القاهره عضو الجمعيه المصريه والعربيه لجراحات العمود الفقري. اهلا بكم. في الكوره يقول لك الكون بيدخل في ثانيه، ده لفظ في الكوره مشهور جدا، وكان في فيلم رائع زمان اسمه العمر لحظه. وفي دايما يقول لك ايه الحادثه بتحصل في لمح البصر. ناس كتير عندنا مش واخدين بالهم من الكلام ده خالص، فتلاقي تغيرات غريبه الشكل. تلاقي واحد طاق في دماغه في لعبه جديده كده، كنت اتكلمت ضيفي العزيز عليها من فتره، لعبه موجوده في كل المولز وموجوده في كل اقول لكم ايه المحلات اللي بتبيع لعب للاطفال، شغل للاطفال وحاجات للاطفال، بتاع الواحد بيقف عليها وبتتحرك كده، بتقعد الواحد يمشي بيها يمين وشمال، معرفش بتنجم من نوع جديد. فتلاقي واحد طيب كبير في السن قد حالاتي كده طق في دماغه ان هو طب ما نيجي نجرب، يقع وقعه جباره على ظهره وعلى ينزل على عصعوصه، بتحصل اللي يوقع في ثانيه. واحد برضه طيب ابن حلال يقول لك طلع رحله برضه مع حد كده، واحده طيبه قالت له ايه ما تيجي نركب حصان، صدق الستات ساعات بتودي في داهيه يعني، خلاص يلا 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 ركبك حصان، فرحان ركب الحصان، الحصان جري منه راح واقع زرع بصل يا معلم، جاله مشاكل في العمود الفقري. واحد في باتيناج، باتيناج ده راح في مول حب يلعب مع اولاده، باتيناج عجبه الواد محترف كده عمال يجري زي الصاروخ رايح يمين وشمال في الباتيناج، قال لك انا كمان اعمل باتيناج، شفتهم يركب الباتيناج وهي اول حركه، اول حركه ما فيهاش مش هيمشي شويه كويسين وبعدين يقع، لا لا مش هيكمل ثانيه، دب على الظهر. موتوسيكل، واحد معاه فلوس او معهوش فلوس قوي بس قال لك انا اجيب موتوسيكل، حابب الموتوسيكلات، ما تعرفش ليه جاب موتوسيكل في بلدنا اللي هي انا شايف انه طرقنا مش مؤهله للموتوسيكلات، وبقى بدا يعمل حركات بالموتوسيكل يمين وشمال. وفي اول مشوار، هي مش محتاجه كذا مشوار، هي مشوار واحد كفايه، في حمام السباحه نط نطه في حمام السباحه غلط، في البحر نط نطه في البحر، كل الحركه الواحده احنا عندنا. واحد يجي يقول لك ايه ده يا عم انا مش كنت متخيل من اول مره كده اقع بالبتاع ده وقعه جامده جدا، لا يا حبيبي العمر لحظه والحادثه لحظه والعمود الفقري مش هيستنى عليك اكتر من لحظه، اوكي؟ طب في وقت بقى طويل مش لحظه هنفهم اكتر هذا الكلام بالتفصيل من ضيف العزيز. حوار ممتع وطبعا صاحب كاريزما خاصه وتواجد اكثر من رائع في شرح اكثر من صعب، وطبعا هو المجموعه الاصعب في عالم الجراحات، مجموعه جراحات المخ والاعصاب، هو ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم اللامع الاستاذ دكتور محمد صديقي ودي هو ضيف العزيز. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك، شايف ابتسامتك بلمحه كده عمال بحكي لك زار تجارب عيانين. لا ده حقيقه، اصل هو كلمه العمر لحظه دي يختص بها العمود الفقري والمخ والعصب، يعني الحقيقه التخصص بتاع جراحه المخ والعصب وجراحات العمود الفقري هي الغلطه بتحصل في الثانيه واصلاحها بياخد سنين. لو اتصلحت، ده لو اتصلحت في الاخر بنقولها، واحنا يعني زعلانين جدا في كلمه لو دي. الواحد ممكن يعني انت بتشوف في الشارع اتنين مثلا زعلوا من بعض، او واحد زن على واحد بعربيه ونزلوا يتخانقوا، ده جاب حديده ولا شومه ودب وخبط تاني في دماغه. الخبطه دي اتحصلت في ثانيه. حصل كسر في الجمجمه، حصل نزيف في المخ، حصل تهتك في انسجه المخ، حصل كسر في العمود الفقري. واحد بيجري بالعربيه وانزلق، ولا بالموتوسيكل بتاعه وانزلق، ولا راح يلعب لعبه ووقع، هي ثانيه. الثانيه دي ثواني حصلت فيها المشكله، سنين نحاول نلم فيها. ما بين بقى ما بين علاج الاول وبعد كده علاج طبيعي وعلاج تاهيلي، وما ينفعش انا اتدخل جراحيا، عملنا عمليه نجحت او ما نجحتش ودخلنا في مشاكل، ويظل الانسان بعد كده يعاني من اثار هذه الثانيه او هذه اللحظه معاناه طويله جدا فور لايف.
خلي بال حضرتك مشاكل العمود الفقري ما بتتنسيش ومش بتخلص. يعني احنا برغم ان احنا بندخل وبنصلح بس يظل المريض ده هو عارف يعني عنده ستيجما كده، عنده علامه ده انت في يوم من الايام كان عندك مشكله في العمود الفقري. خلاص. طيب هل تعلم بقى ان الستيجما والعلامه دي ساعات بتبقى حاجه مشينه جدا وخاصه في السيدات؟ يعني لو واحد رايح يتقدم لواحده وتعرف ان كان عندها مشكله في العمود الفقري، بدايه الكلام السلام عليكم، لو عندها مشكله في المخ، رصات خبطت، جالها نزيف، جالها تهتك، جالها نوبات صرعيه، جالها ورم في المخ، جالها مش عارف ايه، بسرعه جدا يخلع ويخلص الليله في كلمتين. ربنا يحفظك. يعني مشاكلنا بتؤثر على الناس كتير جدا. خلينا نروح للابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ عايز ابدا سؤالي بسؤال مهم قوي بمناسبه السينما. هل ترى ان السينما زودت في الافلام التي فيها درجه من درجات العنف، زودت درجة الإصابات بجراحات المخ والأعصاب أو بمشاكل المخ والأعصاب وبالتالي جراحاتها، أبيض أسود أم رمادي؟ لا أبيض طبعا. السينما حصل حصل. لا حقيقة يعني عيال قلدت جات كتير جدا. كتير جدا. بس هي الحقيقة بدأت من بدري شوية، من أيام ما كان فرافيرو والبتاع اللي بيطير وسوبر مان وسكس مليون دولار مان، اللي يبدأ يطير وينط ويقع من الشباك وينزل مكسور وضهره يكسر رقبته يكسر، كنا بنشوف ده. بس الكارثه دلوقتي هو العنف الجسدي والبدني. انك تلاقي بقى كله بقى النهارده ينزل ويجيب العصايه والسلسله والمش عارف ايه، ويخبط في الرقبه ويخبط في الظهر او يغز بسكينه او السلاح بتاع مش عارف ايه. او الايام بقى اللي فاتت بقى مع الانفلات والخرطوش والاصداء، طلع في افلام ان يبقى ماشي والخرطوش في ايديه كده وتك تك يضرب ويموت او يموت كده في قلب الشارع وهو محمي ومحدش يقدر يمسكه ولا بتاع. لما دي تبقى الثقافه تبقى كارثه، يبقى كارثه. حياه الناس دي قيمه جدا، الروح دي ربنا اللي خلقها، ازاي تزهق روح حضرتك بقرار انت خدته في ثانيه دب تقتل واحد وتبقى فرحان ان انت عملت ده؟ عنيف يعني حكايه الشماليخ. اعتقد انت شفت الاعتداء الغريب والغير الغير مفهوم والغير ادمي ادمي من جماهير على من جمهور. ما ده مش جمهور، ما اعتقد ده جمهور. انا راجل اهلاوي وانا من جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي اعرق واعظم من اللي حصل ده تجاه لاعبي النادي الاهلي. النادي الاهلي يدخلوا يمسكوا الشمروخ اللي هو بتاع النهارده ويحطوا في جسم بني ادم ولا يغزوا بسكينه ولا يضرب مش عارف او يضربوا وخبطوا. يا دكتور ايمن، هذا للاسف كارثه الايام اللي احنا فيها دي. ما عادش في حاجه لها قيمه. اصبح بين كل 20 شاب شاب واحد فقط لا يعاني من الام العمود الفقري. ده ابيض اسود ام رمادي؟ لا ابيض برضه. واحد من 20 بس اللي كويس، و19 واحد مصابين. ايوه، ما 5% ده اللي هو واحد من 20 ده 5%. تمام. 5% من الشعب هو الذي لا يعاني في الوقت الحالي من مشاكل العمود الفقري، لكن هيعاني بعد شويه. هينزلق كل شويه واحد بعد شويه. هيعاني، لان دايما لما تيجي تعمل بفليشن كده 30 واحد معانا هنا في الاستوديو، تعالوا يا جماعه ال 30 دول مين اللي هو ضرب وجعه او رجله بتوجعه او ايده بتنمل او بتغبل او وجع في الرقبه او بيجي له صداع او بيجي له دوخه من المشاكل دي كلها، هتلاقي مينيمم 95 واحد، 95% سوري، 95% من الموجودين. يعني ال 30 دول تطلع منهم 25 واحد الى 27 واحد عندهم مشاكل في العمود الفقري. مش لازم تكون المشاكل مقعده، مش لازم تكون مشاكل بتسبب عجز، لكن هي بدايه المشاكل التي تؤدي في الاخر الى مشاكل اكبر. يعني ده مريض بتاع العمود الفقري، انت قاعد بتوطي وقاعد بتشيل. اصل هي حياتنا بتخسرنا على ده، بتخسرنا على الشغل، بتخسرنا على ركوب العربيات، بتخسرنا نقع في مطبات، بتخسرنا ان احنا لازم نعمل مجهود زياده فوق الطبيعي، تؤدي في الاخر الى كده. القصه مش الم بس، ده غضروف بدا يخرج اهو بالتدريج بقى. يعني انت الموضوع هيزيد معاك شويه بشويه. طب انت ايه اعراضك؟ وجع شويه في الظهر، بدا يسمع في الفخذ، بدا ينزل في العصب بتاع الرجل، بدا نسميه عرق النسا. وخلي بالك عرق النسا ده حاجه خطيره جدا ومهمه جدا، هو سياتيك بين، هي دي بدايه الانزلاق الغضروفي عند عرق النسا. دي المحطه اللي كلنا لازم نحترمها ونقف قدامها. عرق النسا ده مجرد هو الام في العصب بتنزل على الرجل. اعراضه كتيره جدا، تنميل، خدلان، تقل في الرجل، صعوبه في المشي، الوقفه متعبه، القعده متعبه، الدخول الحمام بقى متعب، الكحه والعطسه بقت متعبه. الحاجات دي كلها اعراض الناس بتعاني منها. خلينا نروح بقى للمتهم والجني والبريء، وعندي سؤال في اوله كده، سؤال مهم قوي.
جاني متهم ام بريء؟ هشاشة العظام كلمة طبية بعض الجراحين يتعامل معها باستهانة او بتجاهل، مش تجاهل متعمد، تجاهل نتيجة عدم التركيز ونتيجة انها مشكلة طبية، يعني ميديسن انترنال ميديسن بروبلم. فهو الجراح واخد على المشرف، على الوضع، على السيتويشن، على 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 وضع جراحي. هشاشه العظام اوستيوبروزس كلمه طبيه، كلمه يعالجها الاطباء البشريين، يعني نتكلم اطباء البطنه يعني. صح. هل هؤلاء الذين يتجاهلون هذه الكلمه متهمون ام براءه ام جنايات؟ لا، هو متهم طبعا، حتى لو جراح، حتى لو جراح طبعا. اصل يعني هو لو مش فاهمها يبقى هو جراح خايب قوي لسبب. اصل انت شغلك كله بيعتمد على قوه العظم، يعني لو انا مش فاهم انا هدخل اعمل عمليه عشان المريض بتاعي يتحسن، يبقى انا باذي نفسي وباذي سمعتي، يعني بالاضافه لاذيه المريض اللي هي الاهم الحقيقه. في بعض انواع الهشاشه اللي ما ينفعش فيها تدخل جراحي بتاتا، ده ممكن ساعتها نعالجه بقى بادويه ومسكنات، تردد حراري، حقن، مش عارف ايه الكلام ده كله، اللي هو العلاج التحفظي اللي هو البسيط عدم تدخلي. في بعض الحالات لما بيبقى في عندي هشاشه في فقره في فقرتين، ممكن ادخل اعمل عمليه بس لازم اعمل حقن للفقره. عندنا بيبقى ماده زي ما اسمها ماده اسمنتيه، ممكن ادخل وبعد كده بثبت، وفي مسامير عندنا ممكن احقن جواها، او مسامير متمدده تدخل تمسك الفقره وتقويها جدا. هي اتعملت لمرضى الهشاشه، بس انا اللي ما كنتش فاهم ان في هشاشه يبقى مش عارف اعمل ده. الحاجه الثانيه، في ناس بيبقى عندهم هشاشه متقدمه، عندهم الام مبرحه الحقيقه، وما يستحملش بنج وعمليه، ممكن نعمل حقن بقى من تحت جهاز سي ارم اللي هو الاشعه اللي شفناه من شويه. دي مريض عنده هشاشه. الهشاشه عباره عن ايه بقى؟ ان العظم بقى فراغات من جوه كده، ان العواميد اللي شايله العمود الفقري كلها بقت ضعيفه، فمع حركه، مع شيله، مع وقعه، مع خبطه، ومعظمهم الوقعات غريبه جدا دكتور ايمن، ان هو يقول لك اصلها اتزحلقت وقعدت، وقعت ها؟ اتزحلقت او جت تقعد على كرسي فلت، ترس الفقره تدشدش بهذا الشكل. ساعتها يبقى انا محتاج ان انا اتدخل، انا عندي الام مبرحه جدا، وهنا ممكن ما بقاش عندي الفاسيلتي او الامكانيات ان انا اعمل عمليه كبيره نظرا لسوء حاله المريض او كبر سنه او حاله قلب معاها مشكله او حاله سكر غير منضبط او مشاكل في الكلى. ساعات بقى بندخل لازم نعمل الحقن. الحقن ده عباره عن ايه بقى؟ ندخل والمريض تحت بيه موضعي كده، ادخل جوه الفقره، عارف زي ما يبقى عندك شويه حاجات كده مكسوره وتجيب لزق كده تلزقهم في بعض، هي دي كده بالظبط. بندخل يا اما بنحقن مباشره ونلزقهم، يا اما بنكسر الشويه الفاضلين دول ونعمل حقن بيهم بالبالونه. يعني بندخل لما بنلاقي العظم بقى مجوف من جوه جامد قوي، بندخل بقسطره بالونه كده عامله زي بالونه المعده كده، وننفخها تبدا تكسر السبت الموجوده دي كلها، سبت الفواصل، الفواصل، ونبدا نحقن فيها الماده دي. احنا بنبقى عرفنا الحجم بتاعها كام سنتي، 3 سنتي، 5 سنتي، 6 سنتي، ونحقن الماده من بره بحسابات، لان لو ممكن الماده دي وانا بحقنها تبدا تتسرب من الشقوق الموجوده من الكسر، ولو خرجت بره بتعمل مشاكل. يعني في ناس يحصل لهم مضاعفات جامده جدا منها. طيب في حلول ثانيه زي كده، ده نوع من المسامير معينه موجوده لبعض مرضى الهشاشه بس مش المتقدمه جدا، ونحقن جواه. احنا بنركب المسمار اهون وبيتمدد جوه جسم الفقره تماما، خلاص ده حاول بقى تشده ما يطلعش، لان هو بقى عامل زي المسمار الفيشر كده جوه، ويبدا العظم ينمو جواه، لان بنحقن فيه ماده تساعد ان العظم ده يبدا يلتئم من جوه. بالظبط، ده حقيقه. فدي انواع من الحلول لمرضى الهشاشه، لكن مش يبقى واحد عنده هشاشه اقول له لا ده انت مالكش حلول واسيبه واخد بالك يتعذب، لا في حلول طبعا. تعال نشوف بقى المنطقة الثالثة المليئة بالحوار المثير، وهي منطقة الوهم والشك واليقين. وهم، شك أم يقين؟ الحقيقة السؤال ده مهم قوي. مريض الآلام المزمنة مريض عنده برضه نوع من التوتر النفسي الذي ينبغي مراعاته، والتي الذي ربما لا يتواجد أو يتوائم مع فكر الطب بشكل مباشر، يعني ما بيلتقيش هو ودكتوره في نقطة تفاهم، هو متوتر جدا والدكتور محدد جدا ومش قادر يتفهم أحيانا إحساسه. ده كلام بيخلي ساعات تنافر يحصل، توقف في مسيرة العلاجية يحصل، فقد الثقة يحصل. ده وهم ولا شك ولا يقين؟ يقين، وبيحصل، ده بيحصل. طب ازاي يتعامل مثلا شباب الأطباء
الجيل الجديد، وخصوصا انه الشباب ممكن برضو حته اصل في ناس كتير من الجيل ده متربي على فكره ان المريض بيدعي، المريض بيضخم المشكله. هو في ناس كتير من الجيل اكيد اكيد، بس الحاجه دي مش بتبقى مشكله الصغيرين بس، مشكلتنا احنا كمان. يعني مشكله الكبار والاكبر مننا بيبقى عندهم يقع في هذه المشكله. ساعات كتير جدا يعني المريض بيبقى عنده شكاوى كتير قوي وبيتدخل فيها الشق النفسي، وساعات الامه النفسيه بتبقى اشد من الام العضويه، اصل مش لاقي حد يسمعه. تمام. وساعات الحقيقه المريض ما ينفعش يتسمع في كل كلامه، في مريض بيبقى عايز يحكي قصه اصلها بدات من 15 سنه ويقعد يحكي فيها، والوقت ساعات ما بيسعفكش انك تسمع هذا الكلام. ساعات بيبقى في شق الام نفسيه، يعني لما مثلا يجي لك واحده كانت عندها مشكله مع جوزها وضربها وفي رقبتها مثلا وعندها وجع، انت مهما قلت مسكن مش هتخف، هي لازم تدخل في الموضوع وتحسسها فعلا انك متعاطف معاها ازاي، تقول له يا عم ما تعملش كده تاني وبتاع وارحم نفسك وحرام عليك، ساعتها ممكن تخف بكلمتين. واخد بال حضرتك؟ فالشق النفسي في المرض ده مهم قوي. الشق العضوي الحقيقي بقى، اصل مرض مزمن وساعات ما نلاقيلوش علاج، يعني ساعات بيتدخل مجموعه امراض في بعض. يعني بتحضرني مريضه كانت عندي من فتره صغيره جدا، عندها حوالي 78 سنه، عندها هشاشة متقدمة جدا، عندها تآكل في المفاصل بتاعتها، حتى مفصل الركبة محتاج يتغير ومفصل الفخذ من فوق مكسور، وعندها آلام مبرحة جدا. فأنا بقول لها بص بقى حضرتك احنا عملية ما تنفعش، هي عايزة أعمل عملية. طب عملية ما تنفعش، طب العملية هتضرك. أنا جاية أنا عايز أعمل عملية. طب ما تنفعش، يبقى أنا مش هعمل عملية وورط نفسي. يعني أنا لو العملية تنفع هعملها. طب مش هتنفع يبقى الله الغني عن العمليه، ما يلزمناش ان احنا نعمل عمليه وممكن يحصل اذيه للمريض بعدها. طيب هي خلاص لا، هي قفلت عند اللحظه اللي هي انت مش هتنفع معاها. طب قلت لها طيب بعد اذن حضرتك، طب ما تيجي نعالج حاجه حاجه، لما العظم ده يجمد شويه وينشف ممكن نقدر نعمل عمليه. هي لما سمعتني بقول لها ممكن ينفع نعمل عمليه بعد كده، بدا الباب يتفتح بقى. طب ايه اللي ممكن اخده دلوقتي علشان بعد كده فكان اول حاجه لازم نعالج الهشاشه وندي حاجات ترانكلايزرز، حاجات مهدئه ومزيله للاكتئاب، لانك بتعاني من اكتئاب شديد جدا. الالم يؤدي لاكتئاب، الم رهيب جدا، وتؤدي بقى في الاخر الى ايه؟ ده في ناس بيصلوا الى مرحله كره الحياه وحب الانتحار، يقول لك انا اخلص كتر من الالم. الالم هو السبب الاول للانتحار في كثير من الحالات. ده حقيقه. حقيقه نورتنا، ربنا يخليك، وسعدت بهذا اللقاء سعاده غامره كالعاده. يعني بتسعدنا وبتنورنا وبتثرينا وبتفتح لنا معاني كثيره للاعلام الطبي الحقيقه. يعني انت ملهم في حوارك، وشيء مهم ان احنا نتعلم، شيء مهم النهارده استفدت جدا من اللقاء معاك، ان النهارده نقلنا للمريض ان الثقه امر ينبغي ان يكون متوفر بين المريض والدكتور، وان الدكتور ينبغي انه لما ربنا يرزقه القبول وانه الناس تثق فيه يعي ان هذه نعمه مهمه جدا، ولكن نعمه ليها جانب اخر طبعاً. انك لو اسات استخدامها ربما ترتد عليك، والمريض ينبغي ان احنا كاعلام نوفر هذا الجسر القائم بينه وبين طبيبه، وهو الثقه. ينبغي ان تزيد الثقه في الطب المصري، ده the only way for success، الطريق الوحيد للنجاح والطريق الوحيد لمستقبل افضل. نورتنا يا فندم، ربنا يخلي عرضك. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبير استاذ الدكتور محمد صديق الهويدي، ارجوكم ابقوا معنا ساعه. طالع ما فيش قصر نظر ولا طول نظر ولا استجماتيزم، فمصفر اصفار اصفار اصفار، ده معناها ان هو حد بصارة عالية جدا. ماما جايه في وشي كده ومش شايفاها، فحاجه غريبه بقى وصدمتني. ما لما جت بقى قربت مني قوي بتقول لي انت مش شايفاني، انا عماله اقول لك انت مش شايفاني. الدعامات دي بتصلح النظر لكن مش هتثبت القرنيه المخروطيه. في لحظه معينه الواحد بيحتاج فيها نظره قوي وبيلاقي نفسه مش محتاج مش لاقيه.